بعشرة أهداف. فادم أولئك هم أنصار شباب بلوزداد الذين أسعفهم الحد في التواجد على مدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي، يريدون الفوز، يريدون جهة المقابلة أنصار المولودية الذين غصت بهم طبعا مثلهم مثل أنصار الشباب، وكانوا محظوظين أيضا بالتواجد على المدرجات لأن القاعدتين الجماهيريتين لهذين الناديين تتعدى أحياء باب الواد وأحياء بالكورة وبالوزداد وتتعدى العاصمة بل تمتد إلى غاية باقي ولايات وطننا الحبيب الذي يجدد فيه التهاني للشعب الجزائري بذكرى استرجاع السيادة والوطنية. طبعا زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.